كانت البداية بتاعتنا في 2006 وكده، كانت كل الناس مش عارفة او حاسة ان احنا كنا ممكن ناخد البطولة. حتى احنا كنا كلعيبة ما كانش عندنا الاحساس ده، بس ايه، كان قبل الماتشات يعني كان في بطولة كده ودية لعبناها، لعبنا ماتشات كويسة وكده. لما دخلنا البطولة بدأنا نقعد مع بعض، بدأنا نجتمع الاجتماعات بقى مع بعض كلعيبة، وبدأنا نتكلم. يا جماعة كان معانا طبعا نجم مصر كابتن حسام حسن موجود معانا، وكان معانا كابتن عصام وكابتن احمد حسن، فكانوا بيجتمعوا بينا على طول، فكانوا على طول نتكلم مع بعض في يا جماعة لازم ناخد البطولة ديت عشان خاطر الجمهور دوت، لازم ناخد البطولة في مصر، لازم نعمل حاجة كويسة عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر الشعب المصري يفرح. فاحنا كنا في البداية ما كناش مركزين قوي وحاسين بالمسؤولية الكبيرة قوي ان احنا ناخد البطولة ديت، يعني ده في البدايات يعني. لما دخلنا اول ماتش ربنا كرمنا نكسب مكسب ورا مكسب ومكسب. لما تيجي تبص بأمانة يعني على المنتخبات اللي كانت موجودة واساميهم واللعيبة اللي كانت محترفة بره مصر، بره في الدول الأوروبية وكده، تحس ان في فرق، في جاب ما بينك وما بينهم. بس الحمد لله رب العالمين يعني بالعطاء بتاعنا، بالحماس، بالجمهور اللي كان موجود، بالجمهور المختلف. يعني برضو الواحد عايز يتكلم، كان في الفترة دي في جمهور مختلف جدا عن الجمهور اللي احنا كنا بنشوفه في المدرج. يعني دايما احنا كانوا عاملين حاجة كويسة، كل واحد في الأوضة أوضة لوحده، يعني واخدين أوضة كل واحد أوضة لوحده في المعسكر. كان ذكرياتي كلها مع بركات. يعني بركات كنا طبعا مشدودين جامد جدا، كنا انت عارف طبعا بعد ما دخلت البطوله وبعد كل ماتش فبتشوف الجمهور كله في الشارع، في حاجه يعني تخليك على طول مشدود مركز قوي وكده. فكان بركات اللي كان ايه بيحس يعني ايه يبعدني عن التركيز ده كله ويعمل لي. كنا بعد كل ماتش كان هو معاه كارت كده بتاع ابنه، كان يجي نروح نلعب الفندق هنا جنبينا مول، فكنا نروح نلعب العاب اللي هي بتاعت الاطفال دي. فكانت دي صراحه كان يعني اقول له بركات الناس هتقعد تبص علينا، يقول لي يا حسن انت مش فاهم حاجه، لازم نطلع من الشده اللي احنا فيها دي. اقول له طب خلاص انا معاك في ظهرك يا كابتن بركات. كده المنتخب ما شاء الله دلوقتي بقى كويس قوي، عنده حلول كتيره، عنده في الخط الامامي حلول، عنده في نص الملعب، عنده في خط الظهر، حتى في حراسه المرمى ما شاء الله الحراس فانت بقى عندك حلول. هو كان الراجل بيدي فرص كتيره وبيدي فرص لكذا لعيب وكده، حتى المحترفين بتوعنا الايام ديت في احسن حالتهم، مصطفى وتريزيجيه وصلاح ومرموش فدولت يعني حاجه كويسه. فان شاء الله باذن الله نوصل نعمل نتائج كويسه، نعمل بطوله كويسه، نوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله عشان نفرح الجمهور. لان بجد الواحد نفسه الجيل ده، الجيل دوت ياخد بطوله، لان صراحه في لعيبه كتير مميزه، في لعيبه كتير كويسه. كل اللي انت قلته، المغرب، الجزائر، كل الاسامي الكبيره هي ممكن تكون مرشحه، بس في الاخر في وسط البطوله مين هيبان اللي هيبقى مركز، مين هيبان ان هو عايز ياخد البطوله، مين هيكون الحظ هيكون واقف جنبه. دي اهم حاجات على فكره، دي مهمه جدا. انت ممكن يكون فرقه مرشحه مثلا زي المغرب، منتخب جامد زي الكوت ديفوار، زي بس يكون مثلا اللعيبه مع بعضها مش كويسه، في وسط المباراه تبقى الاداء بتاع اللعيبه مش كويس، تكون الحظ مش معاهم، فده مهم جدا يعني.